بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا ولسائر المسلمين من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك لنا ولهم شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. الحديث 95، حديث جواز أخذ الزوجة ما يكفيها من مال زوجها إذا كان شحيحا، يعني بغير إذنه إذا كان شحيحا. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه بإسناده، عن عائشة رضي الله عنها قالت: هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. ظاهره، يعني ظاهر الحديث، أخذ الحق من مال صاحبه وإن كان عنه غائبا إذا لم يعطيه. يعني لو أنت لك حق في مال عند إنسان، وهذا الإنسان لا يعطيك هذا الحق، فهل لك أن تأخذه وهو غائب بغير إذنه بقدر حقك أم لا؟ أم هذا خاص بالزوجة دون سائر الناس؟ فهمت إزاي؟ ولا الزوجة لها حق في مال زوجها لأنه يجب أن ينفق عليه، ويجب عليها أن ينفق على أبنائها منه يعني، فإن لم يعطيها هل لها أن تأخذ دون إذنه بقدر ما يكفيها؟ ظاهر الحديث يدل على ذلك بالنسبة للزوجة. فهل يقاس عليه غير الزوجة؟ يعني مثلا أنا أخذت منك 1000 جنيه مثلا على أنهم سلف، وإني أردهم إليك بعد شهر، فمر شهر وشهرين وثلاثة، وإيه وكعادة هذا العصر إن اللي بيستلف ما بيردش، واخد بالك؟ فأنت في يوم من الأيام جيت زرتني كويس، فدخلت المكتب بتاعه، فأنا قلت لك عن إذنك هتوضى لحظة، فدخلت أتوضى وإنت بصيت على المكتب لقيت رزمة فلوس، وانت عارف ان انا بمطلق بقالك مدة طالبني واعتذر لك، الارتباطات كتيرة ومعلش وما فيش سيولة واديني فرصة تاني وتالت، وقاعد بماطل ومطلو الغني ظلم، الحديث كده. فانا دخلت اتوضى وانت قاعد على المكتب جاي ايه بتفكرني بمماطلتي، فهمت بقى ازاي؟ فبصيت كده على المكتب وانا داخل بتوضي لقيت رزمة فلوس، فهل لك أن تأخذ من هذه الرزمة 1000 جنيه تحطهم في جيبك وما تقوليش وتنك بعد كده ما اطلع أنا بقول تقول لي جزاك الله السلام عليك شكرين، ما تفتحش أي موضوع، وبعد ما تروح تتصل بيا تقول لي إيه أنا خذت الفلوس خلاص من الفلوس اللي على المكتب متشكر قوي، أو حتى ما تقوليش، هل يجوز هذا الفعل أم لا؟ الشافعي يجيزه، مذهب الشافعي يجيزه، ومذهب الإمام مالك يجيزه إذا كان من نفس جنس المال. يعني أنا بديك
خدت منك 1000 جنيه مصري وانت لقيت جنيهات مصري ما لقيتش دولارات، يبقى ما ينفعش تاخده من الدولارات، تاخد بالجنيه المصري. لكن لو لقيت دولارات ما تاخدش. واخد بالك؟ لقيت موبايل قيمته 1000 جنيه ما تاخدوش. فهمت بقى ازاي؟ الإمام مالك كده. الإمام الشافعي قال لك لا، تاخده من أي جنس مال بقدر حقك. من أي جنس مال بقدر حقك. والإمام مالك قال إيه؟ يجوز أن تأخذ بقدر مالك إن كان من جنس مالك. أما إن غير جنس مالك فاللي يعطي لك إياه الحاكم بقى، ترفع عليه قضية. واخد بالك؟ ويبقى الحاكم هو اللي يمكنه. فهمت المسألة؟ ففيها مذهب. لكن ما اختلفوش في الزوجة. لم يختلفوا في إيه؟ في الزوجة. اختلفوا في غير الزوجة. فهمت بقى المسألة؟ فإحنا هنشوف كده إيه؟ كيف أن الشيخ عرض هذا الموضوع يعني. منها أن الأئمة اختلفوا، هل هذا على العموم؟ يعني الزوجة وغيرها؟ وإن اختلف أنواع المال وخالف نوع مال الطالب نوع مال المطلوب أو لا يكون ذلك إلا إذا كان المالان من نوع واحد متماثلين على قولين، على قولان على مذهبين يعني. مثال ذلك أن يكون لك عند أحد دراهم فيمتنع من إعطائها إياك فتلقى من ماله بظهر غيب منه مالا، هل تأخذ من ذلك المال الذي لقيته لغريمك ما منع أن يعطيكه وهو غائب لا يعرف بذلك؟ فإن كان ما لقيته دراهم مثل دراهمك في الصفة فلك أن تأخذ منها قدر مالك بلا زيادة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث خذي أنت وبنيك ما يكفيك بالمعروف، فعممه الزوجة وغير الزوجة. فهمت بقى؟ والمعروف هو عدم الزيادة في الحقوق، وإن كان ما لقيته خلاف الدراهم ذهبا أو عروضا أو طعاما. فمذهب الشافعي تأخذ قدر مالك عنده بالمعروف، ومذهب مالك لا تأخذ منه شيئا، لأنه إذا أخذت خلاف مالك هو بيع من البيوع. يعني لو خدت خلاف مالك كأن ده بيع. يعني عنده موبايل قيمته 1000 جنيه لقيته على المكتب وأنا جاي أطالبه بال1000 جنيه. فهمت بقى إزاي؟ هل ان انا ممكن اخد الموبايل ده كانه بالظبط باع لي الموبايل ب1000 جنيه؟ فده نوع من البيوع. طب وهل يجوز ان يتم عقد البيع وطرف الطرف البائع لم يوكلني في البيع ام لا؟ فالامام مالك قال ده نوع من البيوع ما ينفعش. فهمت ازاي؟ يفتقر الى وكاله، البيع يفتقر الى وكاله، لان بيع الفضولي لا يتم. بيع الفضولي يعني ايه؟ يعني واحد يبيع لك مالك من غير اذنك. يسموه بيع الفضولي. هل يتم؟ يعني اديت عربيتك لواحد صاحبك يروح بيها مشوار، يجي لك بعد المشوار يقول لك انا بعت لك العربية ب50,000 جنيه ولا ب60,000 جنيه، انت توافق؟ فهمت بقى ازاي؟ ده بيع الفضولي لا يتم. عند الاحناف بيع الفضولي يتم اذا اجازه ايه؟ المالك، حتى ولو لم يكن سابق وكالة، يعني موقوف على اجازة المالك. عند الشافعية قال لك لا يتم اصلا، لأن مفيش وكالة، وكذا المالكية. والأحناف قالوا موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه تم وإن لم يجزه لا يتم. فهمت؟ فعلى شكرا الإمام مالك قال لك لو كان حاجة من جنس غير جنس مالك وخدت قدر مالك ده أصبح ده كأنه بيع من البيوع. فهمت بقى إزاي؟ والبيع يفتقر إلى وكالة، وليس لك وكالة بما تتصرف في بيع مال الغير. فظاهر الحديث منفردا، ظاهر الحديث لوحده منفرد كده الحجة فيه للشافعي، لأن ما حددش جنس المال ولا نوع المال ولا. فهمت ازاي؟ وجمع الحديث إلى القول بسد الزريعة، سد الزريعة أنك أنت تتحرى الحلال، مع ما جاء في البيوع وشروطها يقتضي مذهب إليه مالك. يبقى مذهب الإمام مالك أحوط ومذهب الإمام الشافعي إيه؟ أفقه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى مذهب الامام مالك اورع ومذهب الامام الشافعي ايه؟ من حيث الفهم صحيح، لكن مش من حيث الورع. فهمت ازاي؟ الا انه ان كان ما يمنع مالك من اجله هو عدم الوكاله، الا انه ان كان ما يمنع مالك من أجله هو عدم الوكالة الذي بها يتم البيع. وقد رأيت فتوى لبعض المالكية، هو بيقول أنه رأى فتوى لبعض الشيخ أبي جمرة نفسه،
يقول رأيت فتوى لبعض الملكية، أبو جمرة نفسه ملكي وكان معتبرا في وقته، يعني إيه موثوق في علمه يعني. ونقلها قوله من المذهب، معناها أنه أعني صاحب الحق يقوم مقام الحاكم ويوكل غيره من يبيع من ذلك المال بالسداد بقدر ماله ويأخذ ماله طيبا حلالا. يعني بيقول إن في قول مذكور إن صاحب المال أصبح كالحاكم، أصبح كالحاكم، والحاكم له أن يوكل من شاء بإيه؟ بأداء الحقوق الضائعة من الظالم إلى المظلوم. فكأن الشرع وكلك أن تأخذ حقك بإيه؟ بالنيابة عن الظالم. ففي وكالة إيه عامة يعني، كأنها. فإن صح القول عن الإمام فلا بحث، ويبقى على القول ده يبقى يشبه الشافعي. فإن صح القول عن الإمام، يعني إن الكلام ده منسوب للإمام مالك، يبقى خلاص لا بحث، يبقى ده مذهب المالكية أجاز كالشافعي. وإلا فالبحث يعطي أنه لا فرق بين إن أنزل نفسه منزلة صاحب المال فيتصرف بالمعروف، أو ينزل نفسه منزلة الحاكم، فإن في كل واحد من الوجهين يحتاج إلى إذن من هو نائب عنه. قال إن هنا مفيش فرق. طب ما أنت برضو لما بتنزل نفسك إنك أنت صاحب المال، بتنزل نفسك إيه منزلة الحاكم فتتصرف، واخد بالك إزاي؟ أو بتنزل نفسك منزلة صاحب المال فبتتصرف لأنه ده مالك، أو بتنزل منزلة الحاكم فتتصرف بالنيابة عن الحاكم فبتبيع، فده محتاج إذن وده محتاج إذن، فالوجهين محتاج إذن. فهمت بقى إزاي؟ وكلاهما متعذر، فالحكم متعذر أيضا. وفيه دليل على أن الأم هي المتصرفة في معاش أولادها، يعني الأم هي المتصرفة، الأب يديها المال والأم هي اللي تصرف المال، مش الأب هو اللي يصرف المال. فهمت إزاي؟ ده دليل، يعني الأب يدي الأم مصاريف المعيشة، الأم بقى تاخد جزء منها تجيب لهم أكل، وجزء منها تجيب لهم كسوة، وجزء منهم تجيب لهم علاج. ما مش داعي بقى ان هو ايه يسال عن معاهد. من قريت حديث ام زرع صفات الزوج الطيب ايه؟ الا يسال عن معاهد، يعني يديها المصروف وما يقعدش يحاسبها بقى محاسبه الملاكين، عشان يديها نوع من حريه التصرف، والا هيبقى راجل غلس، التعامل معاه صعب. فهمت؟ وهتبقى حامله هم ايه التصرف المناسب في الوقت المناسب، لانها خايفه من لوم الزوج، فمن شده خوفها من لوم الزوج احيانا تسيء حتى التصرف. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي لازم يديها نوع من الحريه، يديها المال ويديها نوع من الحريه، وكمان مع الحريه دي لا يسالها حساب الملاكين. فهمت ازاي؟ يسيبها خلاص، اداها المبلغ، وبعدين بعد كده عارف ان الحياه غاليه، جت بعد اسبوع قالت له الفلوس خلصت، ولا ما يقولهاش بقى خلصت فين، وديها وانت مصرفه وانت مجرمه وادينا حاسبيني، زي ما بيعمل بعض الازواج كده، ما يليقش، مش من حسن العشره. فهمت ازاي؟ لكن ايه يديها تاني، خليك انت بحر وخليها هي جسر. فهمت ازاي؟ كانت جدتنا تقول كده، تقول الراجل بحر وزوجته جسر، يعني تحافظ على ايه على المال بتاعه عشان ما يسحش، لكن هو بحر يدي لا يسأل عن معاهد، دي ميزة الرجل. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي يبقى مسؤولية المرأة أن تحسن التصرف في المال بقى، ما تسيئش التصرف، لأن ربنا هيسألها برضو لو كانت مسرفة ولو كانت سيئة، ما تستغلش بقى حق الشرع أنها تسيء استخدام حق الشرع. فهمت إزاي؟ عليها برضو أنها تبقى مدبرة وتبقى، وعلشان كده قالوا أن الشح في المرأة صفة محمودة، والكرم في الرجل صفة محمودة. فهمت إزاي؟ والشح في الرجل صفة مذمومة، يعني الرجل الشحيح صفته مذمومه، لكن المراه الشحيحه نقول عليها مدبره، ما نقولش عليها شحيحه، نقول دي ست مدبره عاقله. لكن لو الراجل مدبر زياده عن اللزوم نقول عليه ده شحيح، ده بخيل. فهمت بقى ازاي؟ فلازم نعرف الفرق بين ايه، بين واجبات الرجل وواجبات المراه، وان الشرع اداك حقوق هيسالك عنها برضه. لما ادى للمراه حق التصرف في مال الزوج في النفقه على الاولاد، عليها ان تحسن التصرف. فهمت ازاي؟ حتى لا تسلب هذا الحق، لان لو كانت سفيهه بعد شويه الزوج هيمنعها التصرف، ولا انا اللي حصل، انت خليكي في البيت، اما تعوزي حاجه بس اكتبيها لي في ورقه وانا هجيبها لك، ويبقى مسكين بقى طول النهار يروح الشغل ويلف على الاسواق
ويشتري الخضار، يعني هيبقى شغل صعب يعني، فهمت ازاي؟ يبقى فيه دليل على ان الام هي المتصرفه في معاش اولادها. وفي بعض الزوجات بقى يديها المصاريف وتطلع واعيه، كل شويه تروح ايه محوشه شويه محوشه شويه، وهو مش دريان فاهم ان كله اتصرف، يقوم يجوا في ازمه ضائقه يقول ده احنا محتاجين فلوس، احنا في ضائقه، تروح مطلع له كذا الف جنيه هي محوشاهم، تبقى زوجها بقى مدبره واعيه جميله يفرح بيها، فهمت ازاي؟ فيقوم ايه ساعتها يعني ايه يديها ما يسالش، لانه عارف انه بيدي الواحده مدبره واعيه، فهم؟ وفي دليل على ان الام هي المتصرفه في معاش اولادها، يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: خذي انت وبنيك ما يكفيك بالمعروف. يعني هو هي اللي هتحدد الكفايه وهي اللي هتحدد المعروف، فهمت ازاي؟ المعروف يعني ايه؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني الناس متعودين ياكلوا ثلاث وجبات في مصر مثلا، منهم وجبه فيها طبيخ ولحم، ده العرف كده، عرف المصريين كده، وان كان اتغير بسبب الغلاء، اصبحت اللحمه مره يمكن في الاسبوع في بعض البيوت، ويمكن مره في الشهر، ومره من العيد للعيد، ومره تيجي تقول لواحد لحمه يقول لك يعني ايه لحمه؟ كل ده وارد، واخد بالك ازاي؟ ما يجراش حاجه. لكن العرف العام العام ان لازم ايه البيت يبقى فيه طبيخ كل يوم، وفي برضه جبن، وفي عيش، وفي مثلا بيض، وفي دقيق، وفي مش عارف، ده العرف. يبقى معناه خذ بالمعروف يعني ايه؟ يعني حط في بيتك العرف العادي، فهمت بقى؟ لكن لو خدت وجابت ايه عجل ودبحته ومالت الديب فريزر، ده مش بالمعروف، لان الناس ما بيجيبوش عجل ويذبحوه الا لما يبقى في المواسم، ما بيعملوش كده كالعاده، يبقى ده مش بالمعروف. يبقى المعروف يعني المعروف عرفا، فهمت ازاي؟ على حسب العرف العام. اللي يحددوا العرف يختلف باختلاف طبائع الناس ومستوى المعيشي ومستوى البلاد وطبائع البلاد، ودي بلاد بتاكل كذا ودي بلاد بتاكل كذا ودي بتاكل وهكذا، يبقى مختلف. وعلشان كده الامام الشافعي قال ايه؟ العاده محكمه، من ضمن اصول مذهبه العاده محكمه، يعني نحكم العاده في مثل هذا العرف. نسال كل بلد عادتكم ايه؟ بتاكلوا ازاي؟ ايه المصاريف اللي بتصرفوها في الاكل لما تبقى اسره مكونه من خمس افراد؟ وياخد المتوسط، فهمت ازاي؟ ادي اسمها العاده محكمه. ويؤخذ منه انها هي القائمه بحقوقهم على الاب، لقولها لا يعطيني تعني حقا، وهي كمان اللي بتطالب بحق اولادها من ابوهم كمان، هي القائمه، لان هي بتقول ما بيدينيش حق اولادي، يعني معناها ان المراه واجب عليها انها تطالب بحق اولادها من الزوج، وان هي تاخذ هذا الحق وتحسن التصرف. ويؤخذ منه دليل على ان الفتوى خلاف الحكم، لان الحكم حكم قاضي الزامي، لكن النبي هنا قال لها فتوى ما قالهاش حكم. النبي قال لها فتوى ما قالهاش حكم. الحكم ايه؟ حكم قاضي، حكم الزامي، والقاضي لا يحكم الزاميا الا اذا سمع الطرفين. لكن هنا ما جابش ابو سفيان لم يطلبه ويستجوبه، عارف لو طلبه واستجوبه بقت حكم قاضي. لكن ده ما طلبش ابو سفيان، ده سمع منها واداها الحكم، يبقى الحكم ده اسمه فتوى وليس حكم قضائي، فهمت ازاي؟ طالما سمع من طرف واحد يبقى اسمه فتوى وليس حكم قضائي. ويؤخذ منه دليل على ان الفتوى خلاف الحكم، لان الحكم لا يكون الا بعد اعتراف او ثبوت بشهاده، ويؤخذ ذلك من انه لما قالت له عليه السلام: هل علي جناح تعني في الشرع؟ فجواب عليه السلام بأن لا جناح علي، ولو طلبت منه الحكم لم يحكم إلا بعد حضور أبي سفيان ويسمح حجته، وحينئذ كان يقضي بحسب ما يسمع منهما، فإنه عليه السلام قال: إنكم تختصمون إلي، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأحكم له بحسب ما أسمع معناه، فأوقع الحكم على ما يظهر من قول الخصمين. وفيه دليل أيضا على جواز خروج النساء لطلب حقوقهن، لأن خرجت أهو وراحت تطلب حقها إيه من زوجها عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن معهن من يقوم عنهن، يؤخذ ذلك من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ولم يعنفها ولا أنكر عليها. وقولها رجل شحيح، ظاهر اللفظ يعطي جواز الغيبة عند الحاكم من أجل الضرورة، ولقول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم.
في بعض الناس الجاهله يقول لك الايه دي من ظلم، يعني المظلوم له ان ايه يقول قبيح القول. لا غلط، يعني معناه المظلوم له ان يذهب للقاضي ويقول القول ايه الذي يدل على انه مظلوم، يقول فلان سرقني يا سعاده الارض، فلان حرامي يا سعاده الارض، لكن ما يروحش يقول فلان ابن مش عارف ايه وابن ايه وابن ايه ويقول الكلام اللي بيتقال على قوي، يقول لك اصل انا مظلوم وربنا بيقول الا من ظلم، لان ربنا لا يحب الفحش من القول. فهمت ازاي؟ ان الله لا يامر بالفحشاء، والنبي لم يكن فاحش ولا بذيء. فهمت ازاي؟ يبقى لا يجهر الله، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. خد بال السوء هنا مش غير الفحش، السوء يعني ما يسيء الانسان، انت يسيئك ان واحد يشتكي في حقك ان ذمتك واسعه وانك انت مثلا بتاكل اموال الناس بالباطل، بيسيئك هذا حتى ولو كنت بتعمل كده، مش كده برضو؟ فالمظلوم هيروح للقاضي يقول الحاجات اللي انت تكره انك انت تسمعها والناس تعرفها عنك. يبقى ده السوء، مش السوء بالقول يقوم يفهموه الفحش من القول، زي ما كانوا بيعملوا كده ويقول لك النبي سب والصحابه سب ويبقى احنا نسب. اظن انتوا عارفين الفتاوى الغريبه اللي قالوها، ويجيب لك الايات القرانيه على غير معناها. فإياك إياك بالجهلة، لأن الله لا يحب الفحشاء، والنبي لم يكن فاحش ولا بذيء صلى الله عليه وسلم. فلأجل ظلمه يجوز له قول السوء. هي علشان مظلومة وجوزها ما بيصرفش عليها، وجيزة لأنها تقول إيه زوجي رجل شحيح، ما قالتش بقى شحيح ونتن وماسك ويعض على الدنيا وقلبه ميت وقاسي، ما عادش قال خلاص كلمة واحدة وخلاص. فهمت ازاي؟ ما بفتحتش بقى وقعدت ايه تردح ويقول ان الردح جائز. لا، الردح غيره جائز. يعني ايه الردح؟ قدح. الردح بمعنى القدح، بس القدح ايه؟ مع التعديد، واخد بالك؟ وده مصطلح مصري قح، ما يعرفوش الا المصريين. يقول لك تفرش الملايه وتردح، دي حته بقى مصريه 100%، مش هتفهمها لما تعيش في مصر 50 سنة. فده ما يحبوش، ربنا ما يحبش الاسلوب ده، لا يحب هذا الاسلوب. فهمت بقى؟ بقدر الايه الشكوى بس، قالت زوجي رجل شحيح، خلاص انت ايه. فهمت ازاي؟ فلأجل ظلمه يجوز له قول السوء، وما هي غيبة من أجل أنها لم تقصد تنقيصا بصاحبها، وإنما هو من ضرورة وصف حالي. لكن ليس قوله أن أبا سفيان رجل شحيح من هذا القبيل على فكرة. هو كمان بيقول لك الشيخ أبو جمرة العلماء أخذوا أن جواز الغيبة من أجل الفتية والتقاضي، بيقول لهم أبدا، ده الحديث ما يتخذش منه كده. ده عادة العرب لما تقول رجل شحيح كانت مزية وليست قدحة، لأن العربي كان يشح على أولاده عشان يبقى كريم مع الضيفان، ودي كانت تعتبر ميزة عندهم. يعني كان أحيانا يقلل النفقة على بيته علشان لو طب عليه ضيف يعرف يكرمه، فيبقى كلمة رجل شحيح دي تعتبر مدح في عصرهم وليست قدح. فهمت بقى المسألة؟ فبيقول لك لازم نعرف كمان طريقة استعمالهم في اللفظ. يعني انت لما تكون رجل عايش في صحراء، والصحراء دي بينزل عليك ضيفان، والصحراء دي لا فيها كازينوهات ولا لوكندات ولا مطاعم ولا حاجة، يعني ينزل عليك الضيف ميت من الجوع ولا يوجد عنده بديل الا انك تضيفه. لو انت بقى سخي على اولادك كل يوم قاعد بتنفق، يجي يطب عليك الضيف ما تلاقيش عندك حاجة، فما تحديش حق الضيف. يقوم يعمل ايه؟ يقوم يمسك ايده شوية على اولاده علشان يعمل حق الضيف اللي هو ممكن يطب عليه. يبقى رجل شحيح هنا في زمانهم كانت بتعتبر مزية وليست ايه، خصوصا ان ابو سفيان كان زعيم قومه وكان الغرباء ينزلوا عليه. فهمت ازاي؟ يبقى هو الرجل كان شحيح من اجل انه زعيم في قومه، وكان يعابد العربي انه ينزل عليه ضيف ما يقومش ايه بحق ضيافته، وكان الضيف ينزل مش ياكله وجبة، ده يستضيفه 3 ايام يقعده عنده إقامة كاملة كأنه لوكاندا، أكل وشرب وإقامة ونوم، واخد بالك؟ 3 أيام. فهمت إزاي؟ فبتحتاج مصاريف. علشان كده يمكن قول رجل شحيح تقصد إن هو بيشح على أولاده من أجل زعامته وقيامه بحق الضيفان. يبقى هي في ظاهرها القول ده بطريقة هذا الاستعمال لا يكون غيبة، لا يكون غيبة بل يكون مدح. فهمت بقى إزاي؟ فعشان كده بيقول لك الشيخ ابو جبر خد بالك من الحته دي.
ليس قولها إن أبا سفيان رجل شحيح من هذا القبيل، ولكن هو من باب المدح بحسب عادة العرب، لأن الذي يشح عندهم على عياله إنما هو من أجل اعتناء بالأضياف والخصب عليهم، فيلحق الضرر من أجل ذلك للعيال. وانت عارف قصة الأنصاري اللي أولاده كانوا جعانين، وبعدين جاء ضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في مجاعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له من يستضيف هذا الضيف هذه الليلة؟ عارفين القصة. والراجل كان عنده يدوب طعام على قد أولاده بس، فقدمه للضيف وقال لزوجته ايه نيمي العيال وأطفئ المصباح لحد ما يأكل، ونزلت الآية فيه يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يبقى إذا كانت عادة العرب كانت كده، إنه ساعات يؤثر ضيفه على نفسه وعلى عياله، فهمت إزاي؟ يبقى كلمة رجل شحنة لا تقصد بها الذم، هو عايز يقول لك كده، لا تقصد بها الذم. فهي لفظة باطنها خلاف ظاهرها، كما ينقل عن العرب في بعض الألفاظ التي يدعون بها، مثل قولهم ضرب الله عنقه وقاتله الله ولا يريد به ظاهر الله. عارف ساعات يقول قاتله الله ويقصد نصره الله، فهمت ازاي؟ زي ايه؟ تربت يداك يعني افقرك الله يعني اغناك الله، زي ثكلتك امك يا معاذ يعني ابقاك الله لامك، مش ان شاء الله امك تموتك. يعني العرب ليهم كلام يستعملوه يقصدوا عكس معناه، زي المصريين لما يشوف واحد مثلا بيعمل حاجه فعمل حاجه حلوه قوي يقوم يقول له يخرب بيتك، عرفتها ازاي؟ يعني كانه هو يقصد خراب بيته ولا يقصد الاعجاب، يعني يعمر بيتك، بالرغم ان هو قال يخرب بيتك بس يقصد ايه؟ يعمر بيتك، فهمت ازاي؟ يبقى فهمت المساله يعني ايه؟ يعني مش هيعرف المعنى ده الا اذا كان عربي اصيل، لان العرب ليهم يعني في استعمالات اللغه كلام في ظاهره يعني معناه خلاف ظاهره، واخد بالك؟ زي مثلا ايه نقول حتى بالانجليزي هارد لك، واخد يعني ايه؟ يعني جود لك ان شاء الله، ويا هارد لك يعني حظ سيء، فهمت ازاي؟ وانت تقصد انك انت تمنيه بحظ جيد. كتير من الاستعمالات دي كتير. فبتقول لك برضو رجل شحيح في ظاهرها مدح ذم وفي باطنها ايه؟ مدح. ويترتب على هذا من الفقه ألا يذم أحد أحدا على قول وفعل حتى يعلم ما عرف أهل وقته في ذلك، ومثل ذلك في الشكر أيضا. يعني عليك أنك أنت عشان تفهم حديث النبي تعرف استخدام الصحابة للغة في هذا العصر، طريقة استخدامهم للغة، وإلا هتسيء الفهم، فهم؟ وفيه دليل على أن الكنى المعروفة شرعا والعادة عند العربية بأسماء البنين، يعني لما تكني ابو فلان وام فلانه والراجل ده ليه ابناء ذكور وبنات، الكنيه تبقى باسم الايه؟ الذكور احسن، واخد بالك؟ عاده العرب كده، حتى لو كان باسم بنت يقوم يخليها ذكر. ستنا حفصه بنت سيدنا عمر كانت بنته الكبيره، فكان يقول له سيدنا عمر ايه؟ ابا حفص، مش ابو حفصه، يقول له ابا حفص، يقوم يخليها صيغه ذكر، فهمت ازاي؟ عادة العرب كده، يحب يكني بالذكر، فهمت ازاي؟ سواء للأم أو للأب، الكنية يعني اللي هي أم فلان أو أبو فلان، دي اسمها الكنية. عشان كده قال لك إيه هند؟ أم معاوية، أدي الكنية في الرواية. وإيه؟ وقالت إن أبا سفيان كنته بابنه سفيان، فهمت؟ هي بأسماء البنين، ويؤخذ ذلك من قولها أبي سفيان وكنته بابنه، وكذلك قول رواية الحديث أو راوية الحديث كنت المرأة باسم ابنها، قالت أم إيه؟ معاوية. وما عدا هذا فهي بدع، لا سيما إن كانت بلفظ التزكية، وهو بيعيب بقى لفظ التزكية في الأسماء عموما، كقول أهل مصر وأنظارها، وأنظارها من البلاد يعني جمال الدين وبهاء الدين، واخد بالك؟ ونور الدين، كل الحاجات دي يعتبرها بدعة لأنها فيها تزكية للنفس، والنبي ما كانش يحب حد يزكي نفسه. لكن على فكرة الناس مش بيستعملوها على سبيل التزكية، خد بالك، احنا برضو كلام سيدنا أبو جمرة نقول له استعمال الناس غير معنى الاسم. معنى الاسم فيه تزكية، واستعمال الناس لا يقصدون التزكية بل يقصدون ايه؟ الفأل الحسن. والنبي كان يحب الفأل الحسن. يعني ممكن نرد عليه نقول له كده برضه، ان اهل مصر مش هو بيعيب على اهل مصر؟ نقول له اهل مصر بيحبوا الفأل الحسن،
فاما يخلف عيل يسميه نور الدين عشان عنده فقل كده ان الواد ده ينور الدين، فهمت ازاي؟ او شهاب الدين او بهاء الدين، واخد بقى، او كمال الدين، واخد بقى، عنده فقل حسن انه يخليه بهذا المعنى، يبقى من باب الفقل الحسن وليس من باب التزكيه. هو لما حملوا على باب التزكيه فهم المصريين بيستعملوه على هذا الباب ويبقى كده مكروه. لا، المصريين ما بيستعملوش على هذا الباب. يا سيدي ابو جمره، انت جاي من المغرب وعشت في مصر ومش عارف طبيعه اهل مصر. هو جاي لنا من الاندلس وعاش في مصر، فظن ان اهل مصر لما بيقولوا سموا اولادهم كده ان بيعملوا هذا من باب التزكيه، لانه ما يعرفش طبيعه المصريين. طبيعه المصريين ما بيزكوش، ده بيقولوا بالفقل الحسن، فهمت ازاي؟ يبقى الحكم ده قابل للمناقشه معه، فهمت بقى ازاي؟ لانه برضه ما عرفش طبيعه اهل البلد استعملوا الكلام بتاعهم ازاي. المهم يعني خلينا معاه. لكن على اي حال، لو واحد قصد بان يسمي نفسه، ان يزكي نفسه من خلال الاسم، يبقى برضه مكروه شرعا، لان ربنا بيقول لا تزكوا انفسكم. وحديث مسلم لما تزوج صلى الله عليه وسلم جويريه قال لها ما اسمك؟ قالت بره، فقال لا تزكوا انفسكم، سموها جويريه وهي بره حقيقه، لانه لا تختار ان تكون زوجا له الا وهي بره حقيقه. لكنها عن ذلك، وقابل عليه السلام فعلهم بالضبط، وهو ان صغر اسمها فقال جويريه، فما بالك بغيرها؟ فمن حيث رفع من فمن رفع اسمه لفظا فقد صغر نفسه شرعا. شيل حيث، لان ايه يعني تعب الجملة شوية. فمن رفع اسمه لفظا فقد صغر نفسه شرعا، كويس؟ فالحكم بمقتضى الشرع لا بالوضع. وفيما ذكرناه حجة للقوم في قولهم من رأى لنفسه حق رفعه على خلق، حق رفعة على خلق من خلق الله ولو على حتى الكلاب فهو معلول. فيا شافي العلل اشفي علة قد أفضت بي إلى العطب. إيه هي العلة اللي أفضت بي إلى العطب؟ إني أرى لنفسي حقا على غيري ومزية على غيري، بل المزايا التي فيك هي من الله لا منك، وما بكم من نعمة فمن الله. فلا تتكبر على خلق الله بمزايا أعطاك إياها، فهمت إزاي؟ فيا شافي العلل اشفي علة قد أفضت بي إلى العطب، هانت عليهم أنفسهم فارتفعوا، وعظمت نفوس غيرهم فبها دلوا وخسروا. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف عند هذا الحد، وغدا حديث النهي عن التصوير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.